يبقى هنكمل كلامنا. يبقى احنا من هنا دي كانت بداية الاريجيشن تايم بتاعتي، بداية الاريجيشن تايم لحد هنا ده الزمن اللي انا كنت فاتح فيه البامب بتاعتي وعمال بدخل ميه للارض بتاعتي. لو احنا جينا نتكلم على اي نقطة هنا هتلاقي ان في وقت خدته عشان الميه توصل لها، ولحد ما بقفل البامب بتاعتي ده نهاية الزمن اللي هيكون في ميه جديدة بتدخل من عندي من بره. تمام؟ طيب بعد ما قفلت البامب بتاعتي، هل الميه اللي هنا او هل النقطة اللي عندي هنا في الارض هل خلاص مش هيدخل لها ميه تاني؟ قال لك لا، في ميه بتجي لها. امال بتجي لها منين؟ قال لك انت اول ما قفلت البامب النقطة اللي هنا هي اللي وقف عنها الميه، لكن الميه اللي كانت داخله من البامب دي كانت عماله بتتحرك في الارض بتاعتك وعماله بتزق في بعضها على هيئه امواج 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 كده. فعشان النقطه دي بعيده انت قفلت البامب هنا، فكان شويه الميه اللي كانوا دخلوا بيتحركوا لسه ما جوش هنا، فهو ده الدبليشن فيز او والريسيشن فيز، الاثنين دول مع بعض. يبقى من الاخر انت كأن في عندك جزء لحد الميه ما وصلت وقفلت البامب، ده زمن اللي هو الادفانسد والستورج، وفي عندك الدبليشن والريسيشن، ده بيقول لك ان النقطة دي وصل لها مية نتيجة بعد ما قفلت البامب بتاعتك خلاص، فنتيجة ان في موجات كانت لسه بتتحرك، مش موجات جديدة داخلة من مية من جوه، لا شوية مية اللي هما كانوا بيتحركوا بيزقوا في بعض طول ما هما ماشيين دول، فالنقطة دي هيدخل لها شوية. والريسيشن فيز اللي هي الفيز الأخيرة دي، ده بيقول لك امتى لو بصيت على نقطة الأرض بتاعتك تلاقي المية كلها حصلها انفلتريشن وخلصت عندك من على وش الارض، هو ده الريسيشن فيز او اخر حاجه. لو انت جيت طبعا تبص اول نقطه هتلاقي ان هي اول نقطه وصل لها ميه، وهي هتبقى اول نقطه يحصل لها ريسيشن، اول ان الميه تختفي من فوق وش الارض عندها. ابعد نقطه هتلاقي ان هي كانت اخر نقطه وصل لها ميه، وبالتالي هي هتكون اخر نقطه الميه اللي فوق وش الارض دي لما اجي ابص عندها الاقيها اختفت او حصل لها ريسيشن. تمام؟ كل الحاجات اللي في النص دي هتلاقيها ان بتوين. لو جينا نبص على نقطة هنا هتلاقي النقطة دي خدت شوية وقت عشان المية تجيلها، وبعد كده هتاخد شوية وقت ان هي المية عندها تخلص، نتيجة زي ما انا ما قلت ان انت بعد ما قفلت البامب ده مش معناها ان نقطة الارض اللي هنا او ان اللي على مسافة معينة هنا، ده مش معناها ان انت لما قفلت المية هنا ان المية خلاص اللي عندها تخلص، لا ده بالعكس كانت في مية لسه جايلها اللي هي عمالة بتتدحرج هنا لحد ما وصلت لها، وده هيخليها ان هي تاخد شوية وقت لحد ما المية تختفي من عندها. فهتلاقي ان دي بيحصل ريسيشن هنا زيرو على الكيرف ده، وهتلاقي ان هنا ده اكتر ريسيشن تايم بالنسبة لاخر نقطة. تمام؟ طيب دول الاربعة فيز اللي موجودين عندك. طيب اللي فهمهم طبعا ببساطة فهموا، اللي فهمهم بطريقة معقدة ماشي يعني تمام. احنا من الاخر اللي يهمنا من ده كله حاجة غير الاربعة دول، حاجه اسمها الاي او تي او الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم. بمعنى الكيرف اللي فوق ده بيقول لك انا الميه وصلت لنقطه عندي على مسافه اكس مثلا معينه، الميه وصلت للارض بتاعتي امتى، ده الادفانسد كيرف. ما هو ده هنا بيقول لك انت الميه وصلت عند زمن كام، واللي فوق ده بيقول لك امتى الميه هتكون اختفت من على وش الارض بتاعتك. يعني ايه الميه اختفت؟ يعني كل الميه حصل لها انفلتريشن. يعني انت لما تيجي عند اي مكان هنا في الحقل، الفرق ما بين الكيرف اللي فوق والكيرف اللي تحت، الكيرف اللي تحت بيقول لك انا الميه وصلت لي امتى، وصلت لي دي يعني بدات تعمل عمليه انفلتريشن. طالما وصلت ما الميه وصلت يعني بدات تعمل انفلتريشن كمان عندي. وفوق بيقول لك الميه مشيت من على وش الارض امتى، يعني خلصت عمليه الانفلتريشن. عشان كده الفرق ما بين الكيرف اللي فوق والكيرف اللي تحت هو ده الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم، او ده الزمن المتاح قدام الارض بتاعتك في المكان ده علشان تعمل عمليه الانفلتريشن، ما بين وصول الميه من الادفانسد كيرف اللي تحت لحد دخول كل الميه جوه الارض عند المكان ده من الريسيشن كيرف اللي فوق. وعشان كده يبقى هو ده الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم، ده الزمن اللي كان متاح قدام الارض بتاعتك في المكان ده اللي على بعد ديستانس معينه علشان تعمل انفلتريشن للميه اللي وصلت لها. يبقى انت الاي او تي بتاعك هو عباره عن، لو انت قلت الاريجيشن تايم اللي هو من هنا لحد هنا، لو احنا بنتكلم على المسافه اللي عند السهم دي، انا عايز اجيب الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم اللي هو المسافه من الكيرف ده للكيرف ده. طيب المسافه من هنا لحد الكيرف ده دي التي اي، والمسافه من هنا لحد هنا ده التي ار او الاريجيشن تايم. يبقى الاريجيشن تايم ناقص
الادفانسد تايم اللي هي الحته دي يديك المسافه من هنا لحد هنا، يبقى انت التي ار اللي هي الحته دي كلها ناقص الادفانسد تايم اللي هي الحته دي يديك المسافه دي. لو جمعت عليها الديبليشن تايم اللي هي الحته دي وجمعت عليها ريسيشن تايم، الاربعه دول مع بعض كده يديكوا الاي او تي. يبقى انت الاي او تي هو عباره عن irrigation تايم ناقص ادفانسد تايم زائد ديبليشن تايم زائد ريسيشن تايم، تمام؟ وهي دي المعادله المهمه بالنسبه لنا. يبقى انت جزء الاي او تي او الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم هيتحل معاك بمعادلتين ما لهمش تالت. هيتحل معاك ان انت الانفلتريتد ديبس اللي هنا التي اللي موجود عندك دي هو ده الزمن اللي كان متاح قدام الميه عشان تعمل انفلتريشن، ما هو ده الزمن اللي كان متاح قدام الانفلتريتد ديبس ده، تمام؟ لو انا شلت التي وعوضت دلوقتي بالاكسبريشن الجديد اللي هو الاي او تي اللي هو الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم تديك المعادله اللي احنا بندور عليها. يبقى الانفلتريتد ديبس عند اي نقطه في الارض بتاعتك على طول المسافه بتاعتك ما بين الزيرو واللينث اللي هي ال بتاعتك هي عباره عن 2 الايه الاي او تي عند المسافه دي زائد الاف سي في الاي او تي عند المسافه دي، لان احنا زي ما خدنا بالنا الاي او تي هنا غير الاي او تي هنا غير الاي او تي هنا غير الاي او تي في الاخر، تمام؟ هو ده كده باختصار الاي او تي. هنا بقى ده تعريف كل واحده منهم، الادفانسد تايم ان هو الزمن اللي الميه بتستغرقه عشان توصل للنقطه بتاعتك، الاستورج ده الزمن بتاعك لحد ما بتقفل البامب بتاعتك، تمام؟ اللي هو الانفلو شوت اوف ده ان انت قفلت خلاص البامب بتاعتك عفوا. الدبليشن ده جزء من التوتال اريجيشن تايم اللي هو بيستغرقه ما بين ان انت قفلت البامب بتاعتك وان ستيل لسه في ميه عماله بتوصل للنقط اللي في الارض عندك اللي بعد كده حتى رغم ان انت قفلت البامب بتاعتك. والريسيشن فيز ده الزمن اللي بعد خلاص ما كل المايه خلاص اتحركت عندك في الارض بعد ما قفلت البامب بتاعتك وبدات اول نقطه المايه تنحسر من عليها يبدا عندك الريسيشن فيز او الريسيشن تايم يبدا لحد بالكيرف كده لحد اخر نقطه عندك. هما دول ايه الاربعه، تمام؟ وادي الاي او تي عند اي ديستنس في الارض بتاعتك، ديستنس من الالت بتاع الفيلد بتاعك تقدر تعرفها ان هي المسافه من الكيرف ده للكيرف ده. المسافه دي عباره عن ايه؟ الاريجيشن تايم اللي هي الحته دي كلها، لو شلت منها الادفانسد تايم يديك اللي من هنا لهنا، تجمع عليها الديبليشن تايم والريسيشن تايم يبقى ده الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم او الزمن اللي كان متاح قدام الارض بتاعتك في المكان ده اللي على بعد الديستنس دي علشان تقدر تعمل انفلتريشن للمايه اللي وصلت لها، او ده الزمن الايه اللي كان مستغرق في الانفلتريشن ما بين ان المايه وصلت امتى وانحصرت من على السطح امتى. طيب والاي او تي زي ما كنا لسه بنحكي، التي ار ده الاريجيشن تايم ناقص التي اي اللي هو الادفانسد تايم زائد الديبليشن تايم زائد الريسيشن تايم. وزي ما انت واخد بالك الادفانسد تايم والريسيشن تايم هتلاقي الاثنين كاتب جنبهم اكس لان هما الكيرفين اللي تحت واللي فوق، فهم معتمدين على المسافه بتاعتك او بعد النقطه اللي بنتكلم عليها عن القله اللي موجوده عندك، تمام؟ هو ده القانون بتاع الاي او تي. تاخد الاي او تي تعوض بيها في الانفلتريشن ديبس اللي فوق تقدر تعرف الانفلتريشن ديبس عند اي نقطه انت عايزها، او لو انت عارف الانفلتريشن ديبس عند نقطه معينه تقدر تعرف الانفلتريشن اوبورتي تايم كان عند النقطه دي مقداره قد ايه، تمام؟ طيب لو احنا جينا ناخد مثال كده سريع كده، لو قال لك ان سيتا فيلد كاباستي 0.3 سيتا انيشال 0.2 ديبس بتاع الروت زون، طبعا سيتا فيلد كاباستي ناقص سيتا انيشال في الديبس بتاع الروت زون يديك ريد افيلبل ووتر. عندك ليتشنج ريكويرمنت 15% 1 زائد ليتشنج ريكويرمنت في الريد افيلبل ووتر اداك الاي دي نت، تمام؟ لو انت عندك الادفانسد تايم كان بساعتين والديبليشن تايم والريسيشن تايم، هو كل اللي طالبه من سيادتك ان انت تقول له الاريجيشن تايم عندك قد ايه. طيب نجيب الاريجيشن تايم من هنا ازاي؟ هتجيب الاريجيشن تايم ببساطه، هو هنا مديك الادفانسد تايم والديبليشن تايم والريسيشن تايم، تمام؟ هو عايز يجيب الاريجيشن تايم. العلاقه بين الاربعه دول ما بين الديبليشن تايم والريسيشن تايم والادفانسد تايم والريجيشن تايم هي عرقة الاي او تي. طيب احنا قلنا الاي او تي ده هنجيبه منين؟ ما عندناش غير معادله يتيمه بتاعه الانفلتريتد ديبس. طيب
لو انت جيت تبص هنا هو قالك ان انت استخدم معادلة فيليبس اللي هي الانفلتريشن ريت، واحد ونص تي اس نص زائد الايه النص، النص ده اللي هو الاف سي، والواحد ونص ده اللي هو الاي، ودي معادلة فيليبس اللي هي بتاعة الانفلتريشن ريت. طيب اول حاجة عشان نجيب الاريجيشن ريت هتجيب لي الاي دي نت 0.3 في كذا في كذا في كذا، ده اداك الاي دي نت بتاعتك. طيب لو انت افترضت ان الادكسي بتاعتك 100%، ده معناها ايه؟ لما الادكسي تبقى 100% مش ده معناها ان كل الارض بتاعتك قدر يوصل لها او تاخد كفايتها او قدر يوصل لها الريد لافيل بالوتر او الاي دي نت بتاعتك، تمام، وده معناه ان الكفايه 100%. كفايه 100% يعني انت حصل عندك انفلتريشن في الارض كلها لا اما بيساوي الريد لافيل بالوتر او اكتر. وطبعا لو منطقي لو انا عندي مصدر المياه بتاعي هنا في الاول هيبقى النقط كل النقط اللي في الاول دي اكيد وصل لها مياه اكتر من النقط اللي في الاخر، بس ان الادكوسي 100% فده معناها ان من اول لاخر نقطه قدروا ياخدوا ريد لافيل بالوتر او اكتر. طيب اديكوس 100% ده كده كان معناها او دي ترجمتها. فانت دايما اول ما تلاقي اديكوس 100% دي، او لو انت فرضت اديكوس 100% فده معناها ان انت بتقول لي ان كل الارض بتاعتي قدرت تاخد الاي دي نت بتاعتي، الاي دي نت اللي قيمته قد ايه اللي انا حسبته من شويه الداتا اللي اداهم لي فوق. طيب تعال نحط القانون اليتيم اللي معاه معناش غيره اللي هو الانفلتريتد ديبس. طبعا المعادله دي اللي هي 2 الاي اف تي اس نص ده الاف سي في تي، الانفلتريتد ديبس 2 ال A 2 في 1 ونص تبقى 3 T أس نص اللي هي الـ IoT زائد نص في الـ IoT. طيب هنا لو أنت قدرت تعرف الـ Infiltrated Depth تقدر تعرف الـ IoT اللي قدامك. طيب أديكوس 100% ده معناها إن كل النقط دي خدت ريدلي أو أي دي نت أو أكتر. فين النقطة الكريتيكال اللي هنا؟ النقطة الكريتيكال اللي هي هتبقى آخر نقطة دايما في الأرض بتاعتك اللي هي في الآخر خالص. لو النقطة دي قدرت تاخد الاي دي نت بتاعتك ده معناها ان كل النقط اللي قبلها هي قدرت تاخد الاي دي نت واكتر كمان. طيب يبقى انا لو فرضت الانفلتريتد ديبس بتاعك بتاع النقطه الاخيره دي نتيجه ان الادكوسي 100% هيبقى هو بالاي دي نت بتاعتك اللي هي خدت كفايتها، تقدر من هنا تطلع لي الاي او تي اللي موجود عندك. طيب الاي او تي اللي موجود هنا مش هو عبارة عن irrigation time ناقص advanced زائد depletion زائد recession؟ هتلاقي كل الداتا دي موجودة عندك، وانت من هنا جبت الـ IoT تطلع لك بأربع ساعات، يبقى الأربع ساعات هما بيساوي الـ TR irrigation time ناقص الـ TA زائد الـ TD زائد الـ TR، ودي يجي لك negative و positive تطلع لك الـ irrigation time عندك كان 5 ساعات ونص. تمام، وبكده هو ده ملخص كل اللي احنا كنا محتاجين نقوله، وحاولت ان انا اجيبه لك كده ايه بالتسلسل وبالترتيب. وتعالى نشوف لو كان في ورق السكشن بتاعنا كان شكله عامل ازاي. هتلاقيني هنا بقول لك ان عندك السيرفيس اريجيشن بيزن والبوردر والفرو، انا وريتك شكلهم. هتلاقي ادي المعاملات اللي احنا بنتكلم عليها اليونيفورميتي والاديكوسي والاستورج افيشنسي. هتلاقيني هنا بقول لك اليونيفورم طبعا معاهم الابلكيشن اللي هي الاي دي نت على الاي دي، دي خلاص معروفه. اليونيفورميتي هي 1 ناقص سيجما الدي اي على السيجما اف اي، الاف اي ده الانفلتريشن ديبس. لو انت عندك الارض بتاعتك كده مثلا قسمتها 4 اجزاء، في كل جزء منهم خدت لي بوينت بتعبر عن الانفلتريشن بتاع الجزء ده. مثلا اول نقطه كانت الانفلتريشن بتاعها 10، 2 كان 9، 8، 7. فالاف اي ده سيجما الاف اي ده مجموع الانفلتريتد ديبس بتاع الارض دي كلها، هتجمع لي 10 9 و8 و7. الدي اي ده الفرق ما بين الانفلتريتد ديبس بتاع كل نقطه ناقص الافريج بتاع دول، يبقى انت هتجيب الافريج بتاع دول هيطلع 8.5. فالدي اي 1 هتبقى 10 ناقص 8.5، 9 ناقص 8.5، 8 ناقص 8.5، 7 ناقص 8.5. تمام، مجموع دول طبعا تشيل النيجاتيف بتاعك، مجموع دول هو ده السيجما دي اي، تجمع تقسم ده على ده يديك الايه اليونيفورمتي. طيب الادكوسي، الادكوسي انت عايز تعرف قد ايه من الارض بتاعتك خدت كفايه. فاحنا لو فوق قلنا 7 فيما فوق هيبقى 100%، 8 فيما فوق 75، 9 فيما فوق 50%، 10 فيما فوق 25%، يبقى تلاقي 25 50 75 100. ترسم العلاقه ما بين الدبس والمساحه بتاعتك، وبعد كده تروح تحسب الديزاير ديبس بتاعك اللي هو الاي دي نت
وتدخل بيه تخبط تنزل تجيب الاريا اللي عندك هنا. الاستورج احنا لو بنتكلم فوق، لو انت الديزاير ديبس بتاعك طلع 9 تمام، فانت الاستورج هو عبارة عن 9 في الـ4 قطع على مجموع الايه الـ4 اللي عندك دول، اللي يبقى 9 و9 و8 و7. طبعا الاستورج هنا لو انت هنا كان الديزاير ديبس بتاعك 9 ملي، فهتلاقي هنا تقدر تخزن 9، هنا 9، هنا تخزنت 8 وهنا 7. دول طبعا اقل من 9 اللي المفروض كانوا يتخزنوا، فهتلاقي الاستورج افيشنس بتاعتك اقل تمام. وهنا الجزء بتاع الاي او تي، فهتلاقيني بديك الانفلتريتد ديبس بطريقة فيليبس 2 الاي الاي او تي، ده التايم اللي قدام الدبس ده حصل فيه انفلتريشن للدبس ده، زائد الاف سي في الاي او تي. وهنا الكيرف بتاع ادي الادفانسد وادي الريسيشن، ما بينهم ده الاي او تي او الزمن المتاح قدام المايه بتاعتك عشان تعمل انفلتريشن، ما بين وصولها عن طريق الادفانسد كيرف ولحد ما خلصت من على وش المايه عن طريق الريسيشن كيرف تمام. تعالى بقى ندخل نشوف شوية المسائل بتوع الشيت كده بيقولوا لنا ايه. تعالى ندخل نشوف كده شوية المسائل بتوع الشيت بيحكوا لنا فيه. بيقول لك اول حاجة عرف الادكوسي واحسب الاريجيشن ادكوسي واليونيفورميتي والابليكيشن افيشنسي والاريجيشن ستورج، احسب لي كل الحاجات دول. لو انت عندك الارض بتاعتك كانت متقسمة لـ10 قطع تمام، وده الاريجيشن او يعني ده الفلتريتد ديبس بتاع كل قطعه منه. هو بيقول لك هنا collected and infiltrated water depths were measured as presented in the table، يعني الارقام اللي عندك دي ده الانفلتريتد بتاع كل قطعه من الـ10 قطع بتاعه الارض بتاعتك. وبيقول لك ان هو حاسب لك الديزاير ديبس طلع ب 82 مللي. طيب تعالى نحسب اول حاجه لو انا عايز اليونيفورميتي بتاعتي. طيب ادي البوينت الـ10 وادي الانفلتريتد تمام. لما انا الديزاير ديبس بتاعي، تعال نشوف الاستورد بتاع كل واحده من دول هيبقى قد ايه، بتاع كل قطعه من دول. طيب لو انا الانفلتريتد، لو انا الديزاير ديبس بتاعي 82، اول قطعه قدرت تدخل ميه 120 هتخزن 82 والباقي ده هيروح ديب بيركوليشن. تاني واحده 110 هتخزن 82، 105 هتخزن 82، مش هتقدر تخزن اكتر من الريد ليفل بالووتر او من الديزاير ديبس، والباقي بيروح ديب بيركوليشن. هتفضل ماشي كده لحد رقم 7 دي 80، فمش هتقدر تخزن غير 80 ويبقى عندها عجز في الريد افيلبل ووتر بتاعها. 85 هتخزن 82، 90 هتخزن 82، والباقي دي بيركليشن تمام كده. اخر نقطة اللي هي 10 80 فلتريتد هتخزنهم كلهم ولسه هيتبقى عندها جزء مخزنتوش. طيب ده كده الستورد. طيب لو انا خدت دول المجموع بتاع ده اللي هما 120 زائد 110 و105 و95 وهكذا، لو انا انت جمعت كل دول وقسمت على عددهم كده، انت هتبقى جبت الانفلتريتد افريج بتاع شوية الحاجات دول. يبقى لو انا بقول عايز احسب اليونيفورميتي مثلا، هتجمع كل السيجما اف اي دول على الان تطلع لك 95.7. طيب لو انت خدت كل اف او كل اكس من دول وطرحتها من الافريج هيديك الدي اللي قدامك. احنا بنحسب دلوقتي اليونيفورميتي، يبقى انا اول حاجه هاخد دول اجمعهم واقسم على عددهم، مجموعهم 957 على عددهم اللي هم 10 يديك افريج 95.7. هتاخد الدي هتبقى عباره عن الاف دي ناقص 95.7 وهكذا، وتروح جايبها لي هنا وما تنساش ان هي ابسولوت فاليو. تجمع دول يطلع لك 104.4، تقسم ده على الرقم اللي هنا ده اللي هو هيبقى 1 ناقص ال 104 على 957 في 100%، ده يديك اليونيفورميتي بتاعتك. طلع معاك هنا في المسألة دي 89.1. طيب ادي كده معامل اللي هو اليونيفورميتي. طيب لو انا جيت اقول لك انا عايز اعرف الايه الاريجيشن افيشنسي اللي هي الاي دي نت على الاي دي جروس، نتيجة ان انت الارض بتاعتك في الاخر بتبقى فيه جوانب، فالران اوف بتاعك دايما بيبقى بزيرو في السيرفس اريجيشن، ما بيبقاش فيه ران اوف. فلو الران اوف بزيرو وانت عايز تعرف الاريجيشن افيشنسي هتعمل ايه؟ هتجمع لي اللي اتخزن او هتجمع الريد افيلبل ووتر بتاعك اللي هم في 8 منهم وصل لهم 82 وفي 2 منهم وصل لهم 80 اللي هو اللي فوق، على كميه المايه اللي انت حصلتها
لما يبقى الرانوف بزيرو فده معناها ان الابلايد ووتر هي نفسها الانفلتريتد ووتر، لان الرانوف بزيرو. مجموع دول هيكون هو ده الاي دي اللي عندك، تقسم دول على بعض يديك الافشنسي بتاعت السيستم بتاعك. طب لو انا عايز اعرف في الاستورج افشنسي، هتلاقي اللي اتخزن على اللي المفروض كان يتخزن عندك او يرفع لك محتوى الرطوبه للفيلد كباس. المفروض ان انت ال10 نقط دول كان يتخزن فيهم 82، يبقى ده المقام بتاعك. اتخزن عندك فعلا قد ايه؟ في 8 منهم وصل لهم 82 و2 وصل لهم 80. فعشان كده هتلاقي ان الاستورج افشنسي اقل من 100%. يبقى ده افشنسي، ده الاستورج افشنسي، وده اليونيفورم. طب الاديكوسي؟ الاديكوسي ببساطه سيادتك هتيجي تقول لي قد ايه 80 فيما فوق يبقى 100%، 90 80 فيما فوق يبقى 100%، 85 فيما فوق يبقى هتطير ال 80 دي وال 80 دي، 90 فيما فوق يبقى هتشيل الثلاثة اللي تحت. تمام، كل دي تجيبها لي نسب وترسم النقط بتاعتك. يبقى انت 80 فيما فوق، 90 فيما فوق، 100 و120، تشوف هيبقى عندك كام قطعة من العشرة على العشرة، ده يديك النسبة اللي انت بتدور عليها هنا. تمام، ترسم وبعد كده تدخل بالاتنين وتمانين في المية اللي هم الديزاير ديبس، تجيب الاريا بتاعتك اللي احنا متأكدين ان هي مش هتكون 100% نتيجة ان انت في ايه اتنين كان وصل لهم 80 بس. هو ده ملخص الليلة بتاعت الايه البرفورمانس بتاعتك. طيب الاي او تي هتلاقي عليها بقى الثلاث مسائل الباقيين باشكال مسائل مختلفة، بس حلهم كلهم طبعا ما بيخرجش ما بين ان انت معادله الاي او تي هي عباره عن الاريجيشن تايم ناقص الادفانس تايم زائد الدبليشن زائد الريسيشن، وان انت الاي او تي ده بتاخد تعوض بيه في معادله الانفلتريتد ديبس، او ان انت بتبقى عارف الانفلتريتد ديبس وبتجيب من معادله فيليبس دي الاي او تي وتروح تجيب اريجيشن تايم من معادله الاي او تي، هم ما عندكش غير المعادلتين دول. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك ارض المساحه بتاعتها 1800 متر مربع، دي بتتروي عن طريق بيزن اريجيشن سيستم، انيشال سويل ووتر كونتنت 0.2 والفيلد كاباستي 0.3 والريد زون 80. من الاخر بيقول لك ان خد من دول هات لي ريد الافيلبل ووتر بتاعك. بيقول لك هو عايز يعرف الانفلو تايم، ده يقصد بيه اللي هو الاريجيشن تايم، لو الابلكيشن افشنسي كانت 75% والانفلو ريت كان 32 متر مكعب في الساعة. طيب نجيب الانفلو تايم ازاي او الاريجيشن تايم ده ازاي؟ ببساطة هو هنا مديك الافشنسي الابليكيشن افشنسي. يبقى انت اول حاجة هروح اجيب الديزاير ديبس بتاعي اللي هي سيتا فيلد كاباستي ناقص سيتا ايه انيشال في الديبس بتاع الروت زون، طلع لك 8 سنتي. تمام، الافشنسي بتاعتك هي الستورد على الابلايت، هتبقى هي الديزاير ديبس او ريد افيلبل ووتر على الاي دي ده 0.75. انت معاك الديزاير ديبس ومعاك الافشنسي تقدر تجيب الاي دي بتاعتك، يبقى الاي دي بتاعتك طلعت لك 10.67 سنتي. تمام، طيب الاي دي مش هو عباره عن الاريجيشن ريت في الاريجيشن تايم؟ هتقول لي اه تمام، ما احنا عارفين ان الابلكيشن ديبس او الاريجيشن ديبس هو عباره عن الاريجيشن ريت في الاريجيشن تايم، انا عايز احط 10 سنتي وانا شغال 2 سنتي في الساعه يبقى محتاج 5 ساعات وهي هكذا. طيب انت من ديجي بتاع عن طريق الافشنسي، اجيب بقى الاريجيشن تايم ده ازاي؟ ما هو مديك الاريجيشن ريت 32 بس ناخد بالنا من اليونت، بمعنى هنا طالما اشتغلت ده ديبس يبقى لازم تقسم الاريجيشن ريت ده على الاريا فهيطلع لك متر في الساعه، وده اللي انا عملته هنا. يبقى الاريجيشن ديبس هو الاريجيشن ريت في الاريجيشن تايم، الاريجيشن ريت هو عبارة عن 32 متر مكعب ساعة، وعندي هنا ده كان طالع لك بالسنتي، لو انت خدت ده قسمته على 100 يبقى انت كده حولت الاريجيشن ديبس بمتر، او اشتغل بده سنتي هتاخد ال 32 متر مكعب ساعة، لو قسمتهم على الاريا كده بقى متر ساعة، لو ضربت في 100 كده بقى سنتيمتر ساعة. تخلص دول مع بعض يطلع لك الاريجيشن تايم في الاخر بست ساعات. تمام، يبقى هو هنا بس الحته الوحيده اللي اداها لك ان كان مديك دي، مديك الاريا عشان يديك ده بالفوليوم اللي هو متر مكعب ساعه، لو مش مديك دي وكان مديك دي بمتر ساعه يبقى انت مش هتيجي هنا تقسم على اريا ولا حاجه. يبقى انت من الاخر هو اداك الداتا الافشنسي
وكان مديك الريد لافيلبل ووتر تقسمهم على بعض، جبت الاي دي او الاريجيشن ديبس ومديك الاريجيشن ريت، تقدر تعرف الاريجيشن تايم من هنا. طيب الفكره الثانيه، هو مديك الاريا بتاعت الفيلد دي كلها 1800، هو بيقول لك طولها يبقى قد ايه وعرضها يبقى قد ايه، هو مش عارف بقى الطول والعرض. لو كان الدبليشن ريت بنص والريسيشن ريت بزيرو، الريسيشن تايم بزيرو والدبليشن تايم بنص، والادفانس تايم هي حاجه في اكس، اتفقنا الاكس دي او الادفانس تايم والريسيشن تايم هم علاقه مع المسافه او مع الاكس، تمام. هو مديك الادفانس تايم ان هو علاقه هنا باكس، وبيقول لك استخدم لي معادله فيليبس بتاعه الانفلتريتد ديبس، تمام. وهنا بيقول لك بقى الاف بالسنتي والاكس بالمتر والتي ايه بالساعه. اجيب اللينس والويتس ازاي؟ دي حلها زي ما عملناها في مساله المحاضره كده ببساطه. اول حاجه دي الداتا بقى اللي هو مديها لك، بيقول لك الديبليشن تايم نص، الريسيشن بزيرو، الادفانس تايم علاقه مع المسافه مع الاكس، ودي ده الانفلتريتد ديبس المعادله اللي انت هتستخدمها. هو عايز ال ال والدبليو، عايز ال 1800 دول يبقوا كام طول في كام عرض. طبعا لو احنا قدرنا نجيب الطول تقسم 1800 على الطول اللي هنجيبه، يبقى انت كده جبت العرض خلاص، تبقى اتحلت معاك. اول حاجه هتفرض لي ان الادكوسي تبقى 100%. لما الادكوسي تبقى 100% ده معناها ان اخر نقطه عندك في الارض بتاعتك اللي هي عند مسافه اكس هتساوي ال ال اللي هي طول الحقل بتاعك، دي هيكون وصل لها انفلتريتد ديبس بيساوي الديزاير ديبس اللي هو ال 8 سنتي اللي انت لسه حاسبهم فوق. مش احنا اتفقنا ان اخطر نقطه والنقطه كريتيكال عندي اللي هي تبقى في اخر الارض اللي هي على بعد مسافه ال، لو النقطه دي لو انا قلت ان الادكوسي 100% يبقى اكيد النقطه دي وصل لها انفلتريتد ديبس بالديزاير ديبس اللي هو ال 8 سنتي. طيب لما يبقى الانفلتريتد ديبس ب 8 سنتي، انا كده بقيت عارفه عند النقطه الاخيره اللي هي على بعد مسافه ال، هعوض في القانون اللي معايا 2.7 الاي او تي زائد 0.4 في الاي او تي. من هنا هقدر اعرف الاي او تي او الانفلتريشن اوبورتونيتي تايم اللي عند اخر نقطه في الارض بتاعتي اللي هي في الاخر خالص. طيب الاي او تي ده ليه قانون تاني؟ ملوش غير قانون تاني يا تيم، اللي هو الاريجيشن تايم ناقص الادفانس تايم زائد الديبليشن زائد الريسيشن. تعال نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. احنا لسه حاسبين الاريجيشن تايم فوق بتاع الارض كلها ده كان بست ساعات، والديبليشن تايم ده كان بنص ساعه، والريسيشن ده كان بزيرو، وهنا الاي او تي انا لسه جايبها. كل اللي يتبقى لك هنا مجهول اللي انت مش قادر تحسبه او مش عارفه هو الادفانس تايم اللي هي بالمعادله دي 0.015 اكس اس 1 1 2 5. هنشيل الاكس دي ونعوض ال، لان احنا بقينا بنتكلم على اخر نقطه في الارض. ما انا هنا قلت لك الانفلتريتد ديبس عند اكس هتساوي ال، هو هيساوي الديزاير ديبس اللي هو 8 سنتي نتيجه ان الادكوسي 100%. فهتشيل الاكس دي وتعوض ب ال، هتلاقي كل اللي مجهول معاك في المعادله دي بقى اللينس. تقدر تجيب اللينس 1800 على اللينس اللي انت جبته، تجيب الويتس بتاعك. يبقى انت لو خدت بالك الانفلتريشن opportunity time المسائل بتاعتها لا اما هتبقى حاجه قديمه بالمنظر ده، لا اما هتبقى adequacy 100% وتستخدم معادله الانفلتريشن opportunity time ومعادله الانفلتريشن ديبس بتاعه فيليبس. طيب اخر مساله معانا بقى في البتاع شيت. طبعا المساله دي هبعت لكم انا الحلول دي كلها. عندك مساله 3 و4، هقول لك انا مساله 3 وانت تقدر تبص على مساله 4 والحل بتاعها. هو بيقول لك لو انت عندك فرو irrigation system والفرو ده الطول بتاعه كان 50 متر والعرض بتاعه 75 متر، تمام. بيقول لك الانيشال ووتر كونتنت والفيلد كاباستي والرود زون، يبقى من دول دايركت هنجيب مين؟ هنجيب الديزاير ديبس والريد افيلبل ووتر، تمام. بيقول لك مديك الاي والاف سي عشان تعوض في معادله فيليبس، تبقى عارف ده وعارف ده. بيقول لك اول حاجه الانفلو تايم هو عايز التي ار، لو الدبليشن تايم 0.2 والريسيشن تايم بزيرو والادفانس تايم تقدر تحسبه عن طريق المعادله دي. طبعا اول نقطه دي هي بالظبط بالظبط شبه اللي احنا لسه عاملينها هنا. هتجيب لي اول حاجه الديزاير ديبس بتاعك اللي هو سيتا ناقص سيتا في ديبتا روت زون، تلاقي لك 11 وربع. هتفرض اديكوسي 100% وتقول لي ان عند النقطه الاخيره في الحقل بتاعك اللي هي على بعد ال بتساوي 50 متر، الاكس بتاعتك هتبقى ال اللي هي بتساوي 50 متر. تقدر تعرف لي من هنا التي اي بتاعتك، بقت التي اي كده معلومه، هيبقى الانفلتريتد ديبس
ب 11 وربع عند اكس بتساوي ال اللي هي 50 متر. طيب تعال نعوض هنا ب 8، 4 في الاي او تي اس نص زائد نص في الاي او تي النص، وهنا دي 2 ايه، وهو كان مديك الايه والاف سي. طيب من هنا تقدر تطلع لي الاي او تي، لما تعوض من هنا تطلع لك ب 4، 86. تعوض في معادله الاي او تي، هو عايز، خد بالك من الاخر، هو عايز الاريجيشن تايم، تمام؟ فالاريجيشن تايم هتجيبه عن طريق معادله الاي او تي. تعال نبص على الاي او تي اللي معانا. معادله الاي او تي انت جايبت ده اللي هي 486 من معادله الانفلتريتد ديبس بعد ما عوضت عند اكس بتساوي ال اللي هي 50 متر، تمام؟ هيبقى ده بيساوي الديزاير ديبس. تجيبت الاي او تي من معادله فيليبس، تعوض بيها عندك تي ار اللي احنا بندور عليه ناقص ادفانسد تايم، هو مديك المعادله بتاعته واحنا بنتكلم على اخر نقطه اللي هي عند ال بتساوي 50، تعوض هنا بال 50 بقى ده معلوم معاك. التي دي هو مديهولك ب 0.2 والتي ار مديهالك بزيرو. كل الحاجات دي موجوده معاك ما عدا الاريجيشن تايم تقدر تجيبه. طيب الديستشارج هو عايز ديستشارج متر كيوب بر اور، يعني عايز الكيو متر كيوب بر اور لكل فرو لو الافشنسي 65%. طيب لو الافشنسي 65% مش دي بتبقى الستورد او الديزاير ديبس على الابلايد، دي 65 وانت ده لسه جايبه فوق 11 وربع الديزاير، تجيب الابلايد. طيب الابلايد ديبس يطلع لك 17.31، مش هو الاريجيشن ريت في الاريجيشن تايم؟ يبقى انت لو خدت ده قسمته على الاريجيشن تايم اداك الاريجيشن ريت بس سنتي في الساعة. تاخد سنتي في الساعة ده تقسم على 100 بقى متر في الساعة، تضرب في 50 في 75 اللي هي الاريا بقى متر مكعب في الساعة. طيب يبقى ده الديستشارج او دي الكيو اللي محتاجها كل خط او كل فرو منه. هو هنا بيقول لك لو انت في عندك ترعة او ديتش الديستشارج بتاعها 0.15 متر كيوب بير سكند، الترعة دي ماشية جنبك وعايز تعرف عن طريقها تقدر تروي كام فرو منهم، يبقى هتعمل ايه؟ انت هنا لسه جايب لي الكيو بتاعت الفرو الواحد ومعاك الكيو بتاعت الترعة، لو قسمت دي على دي تديك عدد الفرز اللي تقدر تروي، تمام؟ فتيجي تبص هنا، بس اهم حاجة طبعا اليونت بتاعت سيادتك، بمعنى ان انت اللي فوق دي هي متر مكعب ثانية، لازم تضربها في 60 في 60 او في 3600 عشان تبقى متر مكعب ساعة البوينت 1.5، ده اللي انا عملته هنا. تقسمه على الكيو دي تطلع لك ان انت عدد الفرز 514، ولو هو كان عايز يعرف الفيلد اريا اضرب في الاريا بتاعت الفرو الواحد تديك التوتال اريا اللي الديتش دي تقدر تلوي. دي اخر مسألة طبعا، هتلاقي نفس الكلام بيقول لك كونسيدر فيليبس اكسبريشن مديك الاي ومديك الاف سي، بيقول لك عايز الاي او تي لو الديزاير ديبس كان كذا واللينس بتاع الحقل كان 100. طبعا مديك ديزاير ديبس اخر نقطة خالص هتقول اللي هي الاكس على بعد 100، تمام؟ ادي الاكس بتاعتك على بعد 100، تعوض بالديزاير ديبس في معادلة الانفلتريشن ديبس تجيب منها الاي او تي. لما تروح لمعادلة الاي او تي هتلاقي الريجيشن تايم وادفانس تايم وريسيشن وديبليشن، هتلاقي هنا مديك الديبليشن 0.28 ومديك الريسيشن، تمام؟ اللي هما الاتنين دول. كل الحاجة الوحيدة بس الجديدة هنا ان لو انت خدت بالك في كل المعادلات اللي فوق كان دايما بيديك الادفانس تايم معادلة في الاكس، تمام؟ هنا الادفانس تايم بتاعك هيديهولك ببساطة، هيديك سرعة، بيقولك ان بيقولك لو اللينس كان 100 والويتس كان 30 ده بتاع الحقل بتاعك، بيقولك لو الاريجيشن ويف ادفانس فيلوسيتي كان 70، يعني هو بيقولك ان المايه بتتحرك او بتتقدم في الحقل بتاعك بسرعة 70 متر في الساعة، تمام؟ لو احنا بنتكلم طبعا الادفانسد هنا في الاي او تي عندك ادفانسد تايم وعندك ريسيشن وعندك ديبليشن وعندك اريجيشن تايم، هتلاقي كل الليله دي معاك ما عدا الحاجه الوحيده الجديده عندك هنا اللي هي الادفانسد تايم. نجيبه ازاي وهو مش مديهولي معادله؟ طيب مش احنا بنتكلم على اخر نقطه في الارض بتاعتك اللي هي على بعد مسافه، او الاكس بتاعتك اللي هي هتبقى على بعد مسافه 100 متر، هو بيقول لك ان المايه بتتحرك بسرعه 70 متر في الساعه، يبقى الادفانس تايم بتاعك في الاخر هيساوي ايه؟ يبقى التايم بتاعك هيساوي المسافه على السرعه، المية على السبعين، يبقى ده الزمن او الادفانس تايم الموجود عندك في الاخر. يبقى هو بدل ما اداهولك كمعادله لا اداك سرعه تقدم الويف
وانت عارف عند المكان اللي انت عايزه مع السرعة بتاعتك دي، اقسم الاتنين على بعض تجيب التايم اللي انت محتاجه او التايم اللي المية تستغرقه وهي ماشية بالسرعة دي عشان توصل على بعد او عند المسافة اللي احنا بنتكلم عليها. تمام، هتعوض في معادلة فيليبس بالديزاير ديبس اللي هو مديهولك فوق بالانفلتريتد، يبقى كل المجهول عندك اي او تي. تجيب الاي او تي ترص المعادلة بتاعتك، هتلاقي التي اي هي الاكس على الفي خلاص بقت معاك، الريسيشن والديبليشن الاتنين مديهم لك، يبقى لك هنا الريجيشن تايم هو ده اللي كان ايه طالبه عندك هنا في المسألة. وبكده يبقى احنا خلصنا. هبعت لكم ان شاء الله كل الحاجات اللي انا اتكلمت منها دي، هبعتها لكم كبي دي افات، وهبعت لكم التسجيلين اللي انا عملتهم، ونتقابل ان شاء الله يوم الحد الجاي نبدأ في جزء السبرينكلر والدريب كده نتكلم فيهم على حسب طبعا تكملة لكلام المحاضرة. والناس ما تنساش ان احنا ان شاء الله في بروجكت تنزل لهم وهتسلموه ان شاء الله، وهنبدأ نشوفه في الايه في السكاشن ان شاء الله.